الفن حدث خالص. إيش يعني حدث خالص؟ يعني شيء لا تفكر فيه، يعني أنت تشعر به ولا تفكر فيه. التقنية هذه موجودة بأشكال مختلفة، يعني واحدة منها مثلاً أنه في مثلاً أجهزة معينة هي اسم التقنية، خلينا نقول أومني دايركشنال تريدميل. صدق ولا تصدق، أكبر حاسب عندنا اليوم أوكي اللي لو تروح لقائمة السوبر كمبيوتر شوف أسرع واحد. بالنسبة للمستخدمين العاديين الكونسيومرز المستهلكين، يعني مثلاً الروبوت أنا بالنسبة لي لو واحد سألني بقول له هي من عدة عبارة عن عدة تخصصات.